السلام عليكم الأخوات، لاباس؟ بخير؟ كي دايرين؟ مع الصحيحة بخير الحمد لله. اليوم جبت لكم واحد الكيكة بعصير الليمون والحامض. عندي هنايا 4 البيضات، غنبدا معكم على بركة الله. غادي نحلو 4 البيضات، غادي نخويهم في المكان اللي غادي نخدم فيه. البيضة الثانية، وبالمناسبة هنا عندي 4 البيضات صغار، يعني إذا كانوا البيضة كبير شوية يعني نكتفي غير بثلاثة ديال البيضات على حسب هاد المقادير اللي عندنا. من بعد ما فرغنا 4 البيضات في المكان ديال العمل، غنزيدو كأس ونصف ديال السكر سنيدة، كأس الأول، ثم نضيفه نص كأس. نص كأس ضفناه على قبل عصير الحامض اللي مخلط مع الليمون، لحيت الحامض غادي يعطي واحد الطعم حامض بزاف. يعني باش نكسرو داك الحموضة كنزيدو هاديك نص كأس ديال سنيدة، ونخلطو سكر سنيدة مع البيض جيدا حتى يدوب لينا، تنحسو بهذا السكر السنيدة داب. نخلطو جيدا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما غادي نخلطو مزيان غادي نضيفو كأس من الزيت النباتية. وعندي هنايا القشرة ديال الليمون محكوكة او الحامض اللي توفر عندنا. هنا درت قشرة ديال الليمون، والقليل من الملح، ونخلطوا هذه المكونات مزيان. بالنسبة لي عنده اضطراب كهربائي استعمله، أنا فضلت أنني استعمل الخلاط اليدوي. هنا عندي نص كاس مخلط ما بين، يعني 4 كاس الحامض و4 كاس الليمون. وعندي هنايا نص كاس ديال الماء. صراحة ما نقول لكم شاد الكيكة هذه جات رائعة، واحد الطعم ديال الحامض، يا سلام. لعشاق الحامض اي الليمون غادي يفضلوها بزاف، وغادي يوليو مدمنين عليها. بعد ما خلطنا المكونات مزيان، هنا غادي نبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه، تنحسو بالخليط ديالنا ولا متجانس ولا بالشكل اللي باغا نحصل عليه. كما كنصابو الكيكه العاديه، يعني ماشي ثقيل، ماشي يعني الخليط يكون قاسح، ما هو جاري بزاف، يعني بين وبين الخليط اللي كنديرو عاده كيكون في الكيكه. من بعد ما غادي نخلطو الدقيق مزيان، بعد واحد شويه يعني غادي نزيدو، غادي نضيفو الخمارات. عندي هنايا 2 خمارات من فئة 7 غرام، فا
هنايا عندي الكريمة، بالنسبة للكريمة ديال الليمون والحامض عندي كاس ونص ديال الليمون ونص كاس ديال الحامض، غندير معاه 2 معالق ديال كريم باتيسيير نكهة الفاني وربعة ديال المعالق ديال السكر سنيدة، غادي نخلطهم جيدا ثم نوضعهم على النار حتى نحس بيه بدا تيختار يعني تيعقد شوية الكريمة، عاد نحيدها على النار. من بعد ما غادي نحيدها من النار غادي نضيف ليها 1/4 ديال القطع ديال الشوكولاتة الابيض وغادي نخلطهم جيدا، يعني 4 قطع ديال الشوكولاتة البيضاء غادي نخلطهم جيدا باش يدوب داك الشوكولاتة الابيض مع الكريمة. انتما كيف كتشوفوا معايا الكريمة كي ولات عاقدة، دابا ولات جاهزة باش نوضعها فوق الكيك ديالي. هنا الكيك من بعد ما خرجته من الفرن غادي نوضع فوق منه الكريمة، وغادي نقدها مزيان، وغادي نفرق مزيان الكريمة على الكيكة كاملة. وهنايا جبت واحد القليل من اللوز عندي يعني محمر واحد شوية ومهرمشاه كتزيين، دردرته من فوق الكريمة، يعني ممكن تعوضوه بكاوكاو او الكوك اي جوز الهند على حسب اللي متوفر عندكم في المنزل. وهنا غادي نوصلوا للنهاية ديال الفيديو، نتمنى تعجبكم هاد الكيكة اللي هي صراحة طعمها هائل لمحبي الليمون والحامض، وبصحة والراحة. وما تنسوش الاشتراك بالنسبة للمتتبعين الجدد وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا على المشاهدة.